كم مصطفى السلمي مرشح ديال حزب الأصالة والمعاصرة، الحزب اللي فتحنا الباب للشباب جديد النخب تشبيب حياة السياسية والعمل الحزبي. ترشحت لمقاطعة تابريت مرشح الوحيد، نلت 31 صوت من 38، جوج اللي كانوا عندنا ديال الامتناع. كنشكر السيدات والسادة، السادة الأعضاء، السيدات والسادة الأعضاء اللي وضعوا ثقتهم فيا اليوم باش نبلوروا هذه الثقة إن شاء الله للعمل الجاد والتدبير المعقل للإمكانيات المتاحة وسياسة القرب وحسن التسيير والتدبير وحسن الإصغاء للاهتمامات ومشاكل ديال السكينة ديال المقاطعة تابريكس. حنا اليوم جينا باش نكونوا إضافة إن شاء الله إيجابية. نتمنى الله التوفيق، لان هاد الثقه اللي وضعوا فينا وبوءتنا المرتبه الاولى في الاستحقاقات ديال 8 شتنبر راه كتزيد تقل عنا المسؤوليه على كتافنا، وحنا ان شاء الله غادي نكونوا اهلين لها ان شاء الله. نطلبوا الله يوفقنا. شكرا.